وقت ولا وشيء وفي منبع علم وحنا بالتطور نجيب الجديد طموحاتنا تكبر فينا همم وشوفوا محتوانا وشيء مفيد. ترى توهم جايين من عمان، كانوا في عمان يا مرحبا. سلام فنان سلامتك يا مرحبا. سلم على الشيخ. تبقى تبقى هل هل سلام طيب يا مرحبا يا مرحبا هل هل الله يعزك. كيف الحال؟ سلام طيب ارحب يا مرحبا. ترحيبه كلها ترى في وجه من يعاديك ولا انت محشوم؟ ربها هو ما عاد مسوي والله وقف. يا مرحبا يا هلا والله يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا حبيبي. شلونك؟ شلونك؟ كيف الحال؟ طيب هنا ها شلون معتاد؟ كيف الحال؟ يا مرحبا يا مرحبا حيا يا اخواني. في كل مكان في القريه انتم فاتحين نادي رياضي هنا ولا ايش؟ كل مكان في القرية ترى يفتقدكم. قعدوا 5 أيام في عمان ما شاء الله. أي لأول مرة تصيب الشباب كلهم راحوا ما شاء الله. أي نعم المنتدى السعودي للأعمال. يا مرحبا ما شاء الله. الله يحييك تحايا المطر تبارك الله. يا هلا. خذي مين شيخ؟ أيوه إيش أنتوا اللي أبطيتوا علينا؟ أنتوا اللي أبطيتوا علينا أسبوعين. طفشنا من أنس ومن طواله ومن وش يا مرحبا. ارتاح ارتاح مناح الله يذكره بالخير. الله مناح خروجه. سلام سلام. احسن واحد معي محمد الطواله. نعم وما سمعني ايش كنت قبل شوي. يا مرحبا سلامك طيب. يا مرحبا السلام ورحمه الله. يا مرحبا سلامك طيب. يا هلا يا ابو غالي. سيد الشيخ هلا حبيبي. الله يعزك. هلا ابو ملح. هلا 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 يلا عاد انا استاذ لا تخربون البيت. حاط الاكواب في جيبه. جيتم جايين ملحوسين من عمان ايش فيكم انتم؟ شوف حاط الاكواب في الجيب. يا مرحبا سلطان. اخبري يحطون قلم. هذا ملكر يا ابو امشي وصب طال ما وش تصب ما معك شيء. لا مرحبا ما الله يحييكم. سم؟ ما حط شيء. هذا اعلام من الاداره والله تو يجيني توجيه من ابو عبد الله الصياد الرحمن الكليب. نعم. يقول أي شخص يتغيب عن فقرة اليوم خصم 5000 نقطة. أي والله استاذ عمر يجي استاذ عمر يجي وش شيخ إن الله يزعب السلطان ولا يزعب القرآن. نعم صحيح. 5000 نقطة خصم للي ما يحضر الفقرة. 5000 معناها برايم سيدة معناها يرجع لأهل إن شاء الله يوم السبت. السلام ورحمة الله. يا هلا يا اخوان اللي تاخر النظر تحيه لا نوقف كل شوي. السلام تحيه. كيف الحال يا شيخ؟ شلونك طيب؟ تبي السلام تحيه؟ السلام تحيه. السلام تحيه. الله يبارك فيكم. السلام تحيه بيجي يسلم لكن النظر تحيه. يا مرحبا الله يحييك شلونك طيب؟ يا مرحبا. الله عليك ويبارك في عمرك. الله يرضى عليكم ويبارك في عمركم. سام؟ اسبوعين ما جيت. لا انا جاي انت اللي انت جاي. انا موجود موجود يا ابو غالي والله موجود. الله يحييكم يا شباب. يلا يا ابو ملحم يلا يلا نبي نستغل الوقت مع الشيخ. الشيخ جاي من مكه عشان يسعدنا بكلماته وجمال حضوره وان شاء الله نستمتع احنا وياكم في حلقه جميله. سلام النظر تحيه عشان نبدا. النظر تحيه. السلام تحيه. النظر النظر قلنا النظر نظره ولا يد كلها. هذا هذا خصم. يلا حيه. كيف الحال؟ عساك طيب. موجود طيب. يعني احنا نسلم على الشيخ. تعال البدر سلمت عليك بغلا يا عساك طيب. يا حبيبي الله يحييك يا حبيبي. يا مرحبا عساكم طيبين. يا مرحبا حياك الله. كيف الحال؟ سم سم. طيب يا اخواني يا حبايبي جاهزين نبدا؟ يا رب يا كريم يا كريم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اليوم الجديد من فقرة مساءات تأتيكم كل أحد وكل يوم ثلاثاء في حلقات مختلفة ومتنوعة
نقول إن شاء الله أنا مليئة بالإيجابية، مليئة بالفائدة، مليئة بالإمتاع والإسعاد لكل من يتابعنا وللأيتام اللي اليوم إحنا متواجدين من أجلهم. وقف اليتيم الأول التابع لجمعية البر بوادي عمود. اليوم يا أخواني ما يحتاج أن نعرف بالضيف، هو جزء منا وواحد منا وهو صاحب المكان والشيخ. والله العظيم أني أستبشر يوم أني أقول ترى الشيخ محمد الصبحي بيجينا. أنا يمكنني ذكرتها في يوم الأربعاء والخميس الماضي، كان معي أنس محمد الطوالة ومناحي محمد المسردي، والكل والله العظيم أنه فرح أن الشيخ محمد بيكون معنا. البقية كانوا في عمان، لكن اليوم إن شاء الله يسعدون يستانسون أنه أول حلقة في مساءات بعد عودتهم مع عمان مع شيخنا الجميل الجليل الكريم الشيخ محمد بن سليم الصبحي. أهلاً وسهلاً بك. الله يرضى عليك وبارك فيك. أنا سعيد بكم وأسأل الله سبحانه وتعالى مع بداية هذا اللقاء لكل مشاهد ومشاهدة ولشبابنا وحبايبنا وأحبتنا ومع العين وتاج الرأس، أسأل الله تعالى أن يجعلهم من السعداء ويحفظهم من الشقاء واللأواء والضراء والنكباء، ويجعلهم في صحة ونعماهم والبيت والأبناء يا رب، وننزل على بيوتهم الرضا والقناعة، ويجعل من فيها من أهل العبادة والسعادة والطاعة. آمين. وأن نسأله سبحانه وتعالى لهم العفو والعافية، وأن يبارك لهم فيما أعطاهم ويحفظهم من العائنين الحاسدين الحاقدين الناقدين الناقمين يا رب العالمين. لا يجعل زوج زوجة إلا يجمعهم على خير وسعادة وبر، ولا أبناء وآباء وأمهات إلا على الطاعة والبر يا رب العالمين يا رب. اللهم آمين. طبعا ذكر أخواننا أن اليوم معنا إن شاء الله 3000 نقطة نوزعها للشباب، يوزعها شيخنا الكريم، و600 نقطة عبر هاشتاق البرنامج البزنس كم؟ 85. وما عاد بقي شيء، الله يتمم لنا وإياكم، يختم لنا بخير، إحنا وإياكم في هالبرنامج الجميل، ويجعل الخير ختام لهذا البرنامج اكتمال وقف اليتيم الأول التابع لجمعية البر بوادي عمود. حديث الأرواح، حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عنائي. اليوم بإذن الله أنه حديث الروح للروح، يعني نجي الشيخ يجي وحنا مشتاقين لكلماته، ودي حتى أدخل والله العظيم في قلبه وأشوف مشاعره اللي هي توصلنا مرات بكلمات اللي تسمعونها كلكم. وأكثر من مرة سمعكم مقطع الشيخ كل يوم جمعة، يرسل لي المقطع اللي يدعو فيه للمتسابقين وللمتابعين وللقائمين على القناة وملاكها، ودائما يخصكم جميعا بالدعوات. والله العظيم أني متى ما أسمع هذه الدعوات أن تنشرح ينشرح هذا الصدر، وأني أفرح واستانس وأقول يا رب اجمعنا فيه عن قريب يا رب. والحمد لله تمضي الأيام وتمشي حتى يأتي هذا اللقاء الجميل. لكن يا شيخ اليوم خير بداية تكون حقيقة لمن لهم حق علينا المتابعين الكرام ولكل من يشاهدنا الآن أو لاحقا، وصية لنا يا الحاضرين أبنائك وللمشاهدين من الإخوان والأخوات. قبل أن أبدأ حبيبنا عبد العزيز وشبابي وإخواني وأخواتي وأحبتي وقرة العين وتاج الرأس وروح الفؤاد حقيقة، وبعد هذه غرر القوافي قد هذه غرر القوافي قدمت بهن من صحن المطافي. يا سلام. وبعد هذه غرر القوافي قدمت بهن من صحن المطافي. الله. ومن رأس الحجون إلى الرياضي. رأس الحجون، الحجون منطقة في مكة. منطقة في مكة. أسلم. ومن مفض الحجيج، ومن مفض الحجيج إلى سفح جبل طويق الطافي. يا سلام يا سلام يا سلام. هذه ترى الشيخ هذه الخطرات وهذه العبارات طلعت معه جاي. هذه البلاد، بلادنا المملكة العربية السعودية، أقول فيها وفي حقها يحبها خير أهل الأرض قاطبة. سلام. يحبها خير أهل الأرض قاطبة، مهو الفؤاد لقاصيها ودانيها، نحبها لا لشيء جر منفعة ولا رياء ولا سكرا ولا تيها، غيومها رحمة، أمطارها فرج، ريحها المسك والأرواح تفديها. يا سلام. ما أجمل أيها الأحبة أن نعلم أننا في وقت وفي زمن لا بد أن نوصي بعضنا بعضا، ولا بد أن نذكر بعضنا بعضا. هنا مسألة أنطلق بها وهي كما ذكر الدعاء. يا سلام. تعلمون أن علي بن أبي طالب سئل ما بين السماء والأرض؟ قال دعوة مستجابة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء.
وكان بعض السلف يقول: يا من يغضب لمن لا يسأله ارحم من يسألك. يا الله، لأن الله يغضب، من لم يسأل الله يغضب عليه. الله يفرح بسؤاله، نعم، والرب يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. من أجل ذلك ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. خذوا هذا الحديث الجميل الرقراق الوفاق الدفاق الزكي الندي النقي الوفي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي كريم يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خيرا. الله حيي كريم يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبين. والله الدعاء ينقلك من أسوأ حال إلى أحسن حال، ينقلك من العسر إلى اليسر، ومن الصعب إلى السهل، ومن الفقر إلى الغنى، ومن المرض إلى الشفاء، ومن لا شيء إلى أكثر الأشياء. دعوة دعاها موسى، لم يكن نبيا، لم يكن نبيا، كان رجلا صالحا قبل أن يكون نبي، عندما قدم عمل صالح. لذلك أفضل الدعاء الذي يكون ماذا؟ بعد العمل الصالح. تعلمون أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان قبل أن يناجي ربه يتصدق؟ يا الله. قال ابن القيم: كان شيخ الإسلام ابن تيمية قبل أن يناجي ربه يأخذ طعام وصدقات يتصدق بها، وقبل أن يناجي ربه تكون أدعى للقبول. نعم، يا سلام. لذلك النفقة والصدقة من أبواب إجابة الدعاء. بل ما أعظم أن نعلم أن موسى عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون نبيا، لما سقى لبنات شعيب آوى إلى الظل، آوى إلى الظل، قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فرزقه الله زوجة ومال ووظيفة، ثم رزقه النبوة. الله أكبر. فقط بدعوة: ربي احفظوه، رددوه، كرروه، يرزقك المال والزوجة والبيت والسعادة والأمان والضمان والسكينة، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا الله. روي أن عبد الرحمن بن عوف كان يطوف حول الكعبة سبعة أشواط، سبعة أشواط، لا يدعو إلا بدعوة واحدة. تعلمون ما هي؟ دعوة جميلة عظيمة غنيمة: اللهم قني شح نفسي، فقط. يا الله. اللهم قني شح نفسي، لأن هناك نفس لوامة، نفس أمارة بالسوء، ونفس مطمئنة. اللهم قني شح نفسي. لما انتهى من الطواف سألوه: يا ابن عوف، وهو من عشر بشرين بالجنة، قال: أما قرأتم قوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون؟ يا الله. إذا وقاك الله شح نفسك، تصدقت، أنفقت، تقربت، قدمت. من أجل ذلك كان بعض السلف المال يعلمون أنه من الله وإلى الله. قصة ربما لأول مرة أذكرها في اللقاء. يا سلام. يحب النفقة ويحب الصدقة ويحب الإنفاق ويحب الإطعام. من هو؟ صهيب بن سنان الرومي. يا سلام. من أصحاب النبي. لما خرج من مكة ولحقه رجال قريش، قال لهم: أعطيكم مالي كله وتدعوني أذهب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد. فدلهم إلى ماله وانطلق، لا يعلم بحاله وموقفه إلا الله. لما أقبل على النبي قام إليه النبي واستقبله وقال: ربح البيع، ربح البيع أبا يحيى. قد يقول قائل: طيب هذا ما له علاقة بالنفقة؟ اسمع القادم. القادم أن صهيب بن سنان كان يحب النفقة في سبيل الله، لأن المال لا قيمة له عنده. فلامه عمر بن الخطاب لكثرة ما ينفق: أنفقت مالك. قال له: منذ أن سمعت النبي يقول: خياركم خياركم من يطعم الطعام. الله. فأصبح كثير النفقة في سبيل الله استجابة لك. نعم. بل أن السلف كانوا يتعاملون مع المال على أنه دواء، شفاء،
عافية في عمرة القضاء سعد بن أبي وقاص. عمرة القضاء قبل فتح مكة، لما انتهوا من العمرة مرض سعد بن أبي وقاص وكاد أن يهلك، فزاره النبي وعاده النبي. وبالمناسبة كان النبي إذا لقي سعد بن أبي وقاص يقول هذا خالي، فليرني كل واحد منكم خاله، لأنه من بني زهر أو قيل من بني زهر. هذا خالي فليرني كل منكم خاله. فلما ذهب لزيارته قال يا رسول، وهو مريض رأى سكرات الموت بين عينيه، قال يا رسول الله مالي كله في سبيل الله؟ قال لا، كثير كثير. قال شطره؟ قال كثير. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث، الثلث كثير. فبرئ، برئ سعد بن أبي وقاص. كان يرى الموت فرأى الدواء والشفاء بالنفقة في سبيل الله. من أجل ذلك بين يديكم باب من أبواب الخير. أقول هذه العبارة احفظوها، رددوها. إذا وجدت أبواب الخير كهذه الأبواب التي فيها نفع للفقراء والأيتام والمحتاجين، فتح بين يديك ودخلت منه فأنت مرحوم، وإذا أعرضت عنها فأنت المحروم. الله. بل اعلم يقينا، اعلم يقينا أن العبد العاقل هو الذي يستعمل ماله فيما ينفعه. قد يقول قائل منغصات الحياة كثيرة، شاركوني يا شباب، منغصات الحياة صحيح كثيرة، كوادر التي تكدر عليك الحياة كثيرة صحيح، النزاعات، الخلافات، الشقاقات، تريد المسكنات، تريد المهدئات. اي والله. في النفقات، يا سلام، في النفقات. ما هي؟ خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. يا سلام. والذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه مهدئات، مسكنات لمنقصات الحياه. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم. قد يقول قائل أريد أن تتحقق أمانية. أسألكم، عندكم أماني؟ أمنيات؟ أمنيات عندكم؟ أمنيات؟ أسأل أحبة المشاهدين، عندكم أمنيات؟ نعم. عندكم تطلعات؟ نعم. عندكم حاجات؟ نعم. عندكم رغبات؟ نعم. بالنفقات، بالأدلة تتحقق الأمنيات، بالأدلة. يا سلام. لن يعني لن أتي إلا بدليل. لما انتبهوا لهذه المسألة مهمة جدا، لما مات عمران والد مريم، مات ولم تره مريم، لا إله، يتيمة، تنافس الرهبان على رعاية هذه اليتيمة حتى اقترعوا قرعة فوقعت على زكريا، فقام بتعليمها وإطعامها وكسوتها وإيوائها حتى جعلها في بيت المقدس، وكلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. زكريا اعتنى بهذه اليتيمة اعتناء عظيم، تحققت كل أمنيات زكريا بفضل الله، ثم بفضل العناية بماذا؟ هذه اليتيمة. من هي؟ مريم ابنة عمران، وهي من نساء أهل الجنة الأربع، خديجة، فاطمة، آسيا، وكذلك مريم ابنة عمران. لما رأى أن مريم بهذا الحال من الكرامة من الله، هناك زكريا دعا ربه، كان عقيما، ربي شوف أمنيته ما هي؟ كم أمنية لزكريا؟ من يعرف؟ ما هما؟ رزق المولود. أيوة. يدخل الجنة. كان عنده أمنيتين، ما هما؟ قد يكون عندك ثلاثة، قد يكون عندك أربعة، قد يكون عندك خمسة أماني. بدعوة واحدة مع عناية بالأيتام، كان يعتني بمريم وكان على عمل صالح، قال ربي لا تذرني فردا. يا الله. فقط. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. من هي؟
زوجته، زوجة زكريا كان عندها سوء تعامل مع زكريا، فكان عنده هذه الأمنيتين، الولد وإصلاح الزوجة، فتحقق ذلك. أنت قلت الثاني تحقق له، ما هي؟ كثير من الناس يعتقد فقط الولد، لا، كان عنده هذه الأماني، ما هي؟ الولد كان عقيمة وإصلاح الزوجة. يا سلام، لأن الزوجة لزوجها سكن، لا تدرني فردة، أمنية عظيمة، أمنية عظيمة، فتحققت، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. يا سلام. من أجل ذلك إذا أردت أن تحقق الأمنيات والأماني والرغبات بالنفقات، بالرعاية الأيتام والصدقات تتحقق الأمنيات، وبالدعوات. بل اعلموا يقيناً أن من أعظم وأشرف وأكرم الأعمال التي يحبها الله وتكسب فيها محبة الله، ما هي؟ النفقات والصدقات. أقول هذا والله صدقاً يقيناً. ما هو الدليل؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، قدموا ما يحبه الله على ما يحبون. ولسان كل هؤلاء الذين ينفقون الآن، لسان حالهم يقول: أنت عندي كروحي، بل أنت منها أحب، فحسبي بحبي أني أحب ما تحب. أنت عندي كروحي، بل أنت منها أحب، فحسبي بحبي أني أحب ما تحب. فما أجمل أن تحب الأيتام، لأن الله يحبهم، وكل من تعلق بيتيم وكل من قام على اليتيم لن يضيعه الله أبدا، لن يضيعه الله، بل وجودهم بيننا، نعم وجودهم بيننا عبر هذه الجمعيات، ووجودهم بيننا عبر هذه الأماكن، والله بركة في بيوتنا، في مجتمعنا، في بلادنا. أعطيكم أدلة على ذلك. أصبح الصحابة، وهذا تعجب لها، يتنافسون على النساء اللاتي عندهن أيتام. يا الله، عجيب هذا الكلام، ما سمعناه قبل ذلك أبدا. أصبح الصحابة يتنافسون في الزواج من المرأة التي عندها أيتام. أنا ما أدعو إلى الزواج، لا 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 حبايبي أبدا، خايف من الدعوات، لا أبدا، والله أدعو إلى عناية بالأيتام، وأسأل الله تعالى من هذا المقام يا كرام أن يجمع بين كل زوج وزوجة، يا رب. أن يحفظ كل زوج وزوجة، آمين. أن يبارك في كل زوج وزوجة، آمين. اللهم من كان بينها وبين زوجها نزاعات شقاقات فاجمعهم يا الله على الطاعات، من كان بينها وبين زوجها خلافات فأخرج عنهم يا الله الشيطان من الإنس والجان، احفظهم من العائنين الحاسدين يا رب العالمين. لا تدع بيتا من بيوت المسلمين إلا أسعدتهم، ولا تدع لهم هما وكربا إلا نفسته عنهم، ولا تدع لهم دينا إلا قضيته، ولا فقيرا معهم إلا أعطيته. آمين. كان الصحابة يتنافسون يا شيخ عبد العزيز على النساء اللاتي عندهن أيتام. من قدوتهم؟ من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. تزوج أم سلمة لأن عندها أيتام، عندها 4 أيتام، واعتنى بهم وعلمهم ورباهم، وكانوا في حجر النبي. أبو بكر لما مات استشهد جعفر بن أبي طالب، وجلست أسماء بنت عميس، تسابق الصحابة عليها لا لأجلها، بل لأجل الأيتام الذين عندها ليعتنوا بهم. ما كان في جمعيات ذيك الأيام تأويهم. صحيح. صحيح. قد يقول طيب هناك ما في جمعيات، ما يأويهم إلا الصحابة، والآن الحمد لله كفوكم المؤونة، فقط ادعموا الأماكن التي تأويهم، ادعموا الجمعيات التي تعتني بهم وترعاهم، فهم بمنزلة من هم عندك في بيتك. تنافس الصحابة، من فاز بها؟ أبو بكر الصديق. يا الله، دائما بعد رسول الله. لما مات أبو بكر، وبالمناسبة كانت أسماء بنت عميس تحسن العشرة، أوصى أن الذي يغسله من هي؟ أسماء بنت عميس. تصور زوج يوصي زوجته أن تغسله، يدل على أنها
تحسين العشرة. فلما مات أبو بكر من الذي سبق إليها؟ علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب بعد أبو بكر، ومات علي وهي على ذمته، كل ذلك لأن في بيتها أيتام، وكل من ارتبط باليتيم كريم، كل من ارتبط باليتيم عظيم، كل من ارتبط باليتيم الله سيأويه ويرعاه. الله أكبر. ألم يجدك يتيما فآوى. حليمة السعدية لما ارتبطت بالنبي اليتيم وربته ورضعته أصبح ما يذكر النبي إلا تذكر من؟ حليمة. إلا تذكر حليمة، لا لأنها حليمة، لا لأنها رضعت هذا اليتيم، اعتنت بهذا اليتيم، رأت البركة. ترى وجود اليتيم بيننا بركة. نعم وربي بركة. المرأة التي آثرت بناتها على أكلها وطعامها وشرابها، قدمت طعامها مع جوعها لهم، لما بلغوا النبي بذلك وأخبروا النبي وذكروا ذلك النبي قال وجبت لها الجنة واعتقها الله من النار. يا الله. الله وجبت لها الجنة واعتقها الله من النار بسبب نفاتها. نعم. ضيرها على نفسها. نعم. بالطعام. نعم. ربما هذه قصة ما سمعناها قبل ذلك لكن سمعوها. من اعتنى بالنبي بعد عبد المطلب؟ أحسنت. الله يطول لي عمرك وبارك فيه. قول آمين. آمين. الله يزوجك. آمين. يزوج يا رب يزوجك. يزوجكم جميعا. يزوجكم جميعا زوجة تقر بها عيونكم. أبو غلا لا خلاص اكتفي بهم عبد العزيز. اكتفي. أنا ما أدعو إلى التعدد أبدا، أنا أكتفي بما عندي. أنا شفت تعدد بمشاعري وحبي و... الله يحفظ لكم عبد العزيز. أم غلا. أم غلا الله يحفظ لكم غلا يا رب وبارك لكم ويزوجكم زوجة تقر بها عيونكم تكون لكم سكنا وبابا من أبواب الخير. هذا اللي شيء يخربون البيوت عارفهم. لا لا ما يقدرون علينا ابدا والله. ان العاقل من الدعاء والمشايخ والعلماء والفضلاء والادباء والشعراء والحكماء هو الذي يجمع البيوت ولا يفرقها. يا سلام. نعم. كنا نتكلم عن قصه من عم النبي صلى الله عليه وسلم. عم النبي كانت زوجة ابو طالب. من هي؟ ربما ما تسمعوها قبل ذلك. خل عليها نقاط. احد يعرف عليها نقاط؟ زوجة التي آوت هذا اليتيم النبي. انا قريت السيره لكن ما وردني اسمها. لا كانت تأتي. موجود في السيره. آوت النبي وعمره ست سنوات، ثمان سنوات ترعاه زوجة ابو طالب هاشميه. اول هاشميه تتزوج هاشمي. 1000 نقطه 3000 نقطه عشان ما لا لا ما وجدته في كتاب السيرة. طيب. لا موجود. موجود. أسلم يا شيخ. بالمناسبة كل الناس يعرفون أن أول من أسلم بالنبي خديجة. صح. 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 ترى بعد خديجة مباشرة أسلمت هذه المرأة. أوه من أوائل من أسلم يعني. من أوائل من أسلم. ولما ماتت لن أذكر اسمها الآن. لما ماتت النبي على رواية أنه أعطى علي. نعم. قميصه لكي يكفنوها بها لأن ربته وهو يتيم. ودخل من رد الجميل. نعم ودخل قبرها ودفنها. في رواية لأن أمه بعد أمه. يا سلام. من هي؟ فاطمة بنت أسد الهاشمية. كانت تعتني بالنبي. ترى بنسأل هالسؤال نهاية الحلقة. ها؟ كانت تعتني بالنبي بلباسه وطعامه ومنامه. فأسلمت والنبي عليه الصلاة والسلام رد الجميل بقميصه الذي كفنت به وبنزوله للقبر ليدفنها ودعا لها. لذلك العناية باليتيم سيرفع الله ذكرك وشأنك ويسعدك، بل يكون سبب من أسباب سعادتك وسبب من أسباب أن الجميل يعود عليك. نعم الجميل يعود. حبايبي اعلموا يقينا أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء والهلكات. صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. هذا حديث ترى. تقي ماذا؟ مصارع السوء والآفات والهلكات. وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وهم أول من يدخل الجنة. نعم أول من يدخل الجنة أهل المعروف.
من أجل ذلك من أعظم المعروف أن تعرف أن لهؤلاء الأيتام وهؤلاء الفقراء والمسكين حق معروف معلوم لا بد أن نقدمه. يا سلام، من أعظم المعروف، لأنهم جزء من جسدنا، جزء من جسد هذه الأمة. العناية به سنخرج جيل جميل جليل عظيم كريم. وجودهم بيننا ليس عبئا، لا والله، والله ليس عبئا، بل غنيمة. يا الله، غنيمة. نغتنم هؤلاء لنحسن، وأحسن الله يحب المحسنين. نغتنم هؤلاء لننفق لننفق لننفق، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. هنا مسألة مهمة جدا، ما هي؟ اعلموا يقينا، وهذه لابد أن نعتني بها، أن النفقة على الفقراء والمساكين والأيتام والمحتاجين والمعوزين سبب من أسباب، سبب من أسباب أن الله سبحانه وتعالى يجعلنا يوم القيامة تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. الله، وهذه والله درجة عظيمة كريمة. السلام، درجة عظيمة كريمة أن تكون تحت ظله، بل يقيك الفتن ما ظهر منها وما بطن، وما بطن، يقيك الفتن. لأن الصدقة والنفقة حصن حصين، درع متين، تعرف أنها تدفع، تدفع عنك وعن بلدك وعن أهلك الأحداث. هذه القصة وإن فعلها كافر، ترى حتى الكافر ينتفع بنفقته وصدقته، لكن في الدنيا. يا سلام، انتبهوا، حتى الكافر يعني أثر الصدقة حتى في الدنيا، في الدنيا على الكافر، أما في الآخرة لا حظ له ولا نصيب له. سلام، أبدا. لكن في الدنيا سمعة، يدفع الله عنه شر، يبارك له في المال لأنه أنفق، وهو كافر. كيف بكم مسلم يقول لا إله إلا الله؟ اسمع هذه القصة، أذكر الآن ولا نذكر لكم تعليق؟ أنا ودي أخذ تعليق، ودي قلبي كذا شوية يوقفون، لأن في ناس ينعسون، راحوا عمان وسهر وجونا هنا راقدين. خذ خذ، أوقف أوقف، أي ما عليه، ما نمت، أنت ما سافرت، أنت نايم هنا 24 ساعة. تعدين يا شيخ، ترى والله على أساس أنه قايم ما رقدت. لا، بسم الله عليك يا حبيبي. فمو علشان حلقة الشيخ. أدري أدري، ما يحتاج. والإيمان له دور يعني إذا نزل وحضر. يلا يا شباب، يلا يلا يلا، مد 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 يديكم بسرعه، مد يديكم بسرعه، فوق فوق فوق، يسار ايوه تحت، يا سلام، سووا كذا اي حركات، خصوصا الاثنين انتم والثالث هذا. حرك تحرك تحرك، ايوه حركه حركه حركه، مكانك انت انت حركه، يا سلام يا سلام، اسرع اسرع اسرع، حركه 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 حركه، يلا يا طوال طوال طوال، حركه حركه، ايوه يلا كذا ممتاز. هذا ترى ارتاح، هذا ترى هادي نبوي، يا سلام، عشان لا تزعلون على الشيخ. النبي النبي الصحابة لما حصل لهم في السفر مثل هذه المواقف، كان النبي صلى الله عليه وسلم حصل لهم مثل نوم، خلافات، نزاعات، كان يجعلهم يمشون مسافات طويلة حتى يحل عليهم التعب فيناموا فلا يتنازعوا. يا سلام، يعني هذه من الأمور، من مما يذكر الشيخ ابن عثيمين في درسه في الحرم. أنا في مكة، نعم، مرة جاب المسدس الموية هذا، أنا كنت موجود، فكان أي طالب علم ينام الحاضرين يرش بالموية. الشيخ ابن عثيمين رحمه، قوله رحمه الله، اللهم ارحمه، هو الشيخ عبد العزيز بن باز وعلماءنا وولاة أمرنا، اللهم ارحمهم، اجعلهم في أمانك وضمانك وإحسانك، اللهم اجعلهم مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمين آمين. كان يحضر لو درس بعد التراويح ودرس بعد صلاة الفجر، بعد الفجر، نعم، إلا بعد الفجر يحضر إيش؟ مسدس موية، مسدس موية يجيبه تحت البشت الشيخ، نعم، وإذا أحد نام الشيخ فيها ملاطفة، وفي نفس فيها ملاطفة تستحي تنام بعدها. أجيب مسدس موية؟ لا لا لا، إحنا عندنا علبة موية مو مسدس موية. لا لا، في مسدس. نعود إلى قصتنا، نعود إلى قصتنا، أن النفقات والصدقات والأعطيات لها أثر على، مو على بيتك، على بلدك. بس شيخ بذكر المشاهدين الكرام إذا تسمح لي، بعد كذا 10 دقائق حطوا كاشة الاتصال، بناخذ لمدة ربع ساعة فقط اتصال، اللي بيسأل الشيخ، اللي يبغى الشيخ يدعي له، نجيني رسائل الشيخ الآن يطلبونك الدعاء والله، وفي منهم من يبي يعلن تبرعه، فهذا نعطيهم فرصه ربع ساعه، ايش رايك؟ طب اذكر القصه وبعدها. لا لا، مو بالحين، بعد 10 دقائق. طيب خذ راحتك. سم، لما جاء
وإن كان من كافر أقول يا أخواني النفقة والصدقة، النفقة ما أعرف صدقة، هو النفقة والتبرعات والجانب الإنساني، وإن خرجت من كافر لها أثر عليه في الدنيا، بل أثر على بلدك وأهل أهل بلدك. لما جاء أبرهة ليهدم الكعبة، ليهدم الكعبة ودنا من الكعبة حتى وادي محسر، وادي محسر نعم، ولقي عبد المطلب أبرهة فقال له عندك 200 من الإبل أخذتهم ردهم إلي. قال عندما دخلت علي عظمت عندي، جئت لهدم كعبتكم ثم تسألني الإبل؟ قال أنا رب الإبل والبيت رب يحمي. يا الله كلمة والله خز يا شيخ خز. نعم، لما أعطى الإبل ماذا فعل؟ أشعرها وقلدها، يعني جاء قال هذه في سبيل الله. يا الله هذه في سبيل الله. فالله تعالى منع أبرهة، منعه فأرسل عليه طيورا أبابين ترميهم. لذلك أحبتي النفقة الدعوات، تعرفون تعرفون أن يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج عندما يسيحون في الأرض ولا يتركون أخضر، يعني يخرجون أفواج 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 حتى أن أولهم يشرب من النهر لا يأتي أوسطهم آخرهم إلا وقد جف النهر. لا إله إلا الله. لما يأتون إلى عيسى من كثرتهم طبعا. من كثرتهم نعم. من كل حدب يتناسلون. لما يأتون إلى عيسى في طور سيناء وقد أغلقوا على أنفسهم عيسى ومن معه لا يستطيعونهم، والكثرة تغلب ماذا؟ الشجاعة. عيسى جلس يدعو الله فأرسل الله تعالى عليهم ذباب في أعناقهم جعلتهم موتى، كلهم ماتوا من الذباب بدعوة مباركة من عيسى. يا الله أرسل جنب جنب. إذن أنت عندما تتصدق وتدعو سيرسل الله لك جند ليسعدوك، جند جند ليذهب عنك الحزن، سيرسل الله لك من كل ضيق مخرجا، من كل هم فرجا، ومن كل مرض شفاء. يا الله تصوروا تصوروا أن هناك مخلوق من مخلوقات الله مستجاب الدعوة يدعو لك، تصوروا مخلوق من مخلوقات الله مستجاب الدعوة يدعو لك، لن ترد دعوة، فقط عمل بسيط تعمله يدعو لك، الله سخرهم للدعاء لك. من هم؟ يا شباب مخلوق من مخلوق، مخلوق من مخلوقات الله مستجاب الدعوة يدعو لك لعمل بسيط تقدمه، مستجاب الدعوة ركز. لن ترد دعوته. ها سلطان اللهم صل وسلم على يمين ملك موكل غلامين له المهن. هذا في الدعاء، لكن انا ابغى كل يوم كل يوم يدعو لك، يدعو لك كل يوم يدعو لك. انسان ولا مخلوق مخلوقات الله؟ ايه النبي صلى الله عليه وسلم الخيل الحصان. انا سمعت في حديث قال ان اللي تصلي على معلم الناس الخير، هل هي ينطبق على الحديث؟ احسنت حبيبي، لكن خذ هذا الحديث، ما من يوم يصبح فيه العباد. والله هذا اللي في بالي حبيبي انا اعرف بس عاد قلت خل لا تحرق بضاعته. لا ابدا. ما من يوم يصبح فيه العباد الا وملكان ينزلان خصيصا لك. لا 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 الا وملكان ينزلان يقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا. صح صح. يخلف عليك في سعادتك، يخلف عليك في رزقك، يخلف عليك في شفائك، يخلف عليك في كل شيء. ترى ملك يدعو لك مو شيء بسيط، ملك يدعو لك مو بسيط. احنا نفهم دعاء البشر، ريال تنفقه بسهم في سبيل الله. وانا اقول لكل مسلم، لكل مسلمة، لكل مؤمن، لكل مؤمنة، لكل اب، لكل ام، لكل زوج، لكل زوجة، لكل شاب، لكل شابة، اعملوا اعملوا وانفقوا وتصدقوا هذا الذي ينفعكم، لأنه آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. يا الله لا تدرون، قد يتذكروكم في سنة سنتين لكن ما يتذكروكم طول الدهر، لكن هناك نفقة تظلك، هناك جنة تستقبلك وأجرها يجري عليك، وهناك نبي يستقبلك. أنا وكافل يتيم كهاتين، نبي يستقبلك في الجنة ينتظرك. لماذا؟ لأنك كافل يتيم. يا الله ينتظرك لأنك كافل يتيم.
تصور النبي يستقبلك، النبي ينتظرك، النبي معك وأنت مع النبي. أنا وكاف اليتيم كاني، وقال النبي للمرأة وجبت لها الجنة واعتق الله من النار التي تعتني بالأيتام. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل من ضم يتيما بين المسلمين حتى يستغني من طعامه وشرابه وجبت له الجنة. الله يا إخواني، هذا حديث عظيم يجعلنا نتحرك ننفق. من ضم يتيما، وهذه الجمعيات تضمهم وتأويهم، أي والله، من ضم يتيما بين المسلمين حتى يستغني طعامه وشرابه ولباسه وجبت له الجنة. وجبت، من الذي يقول هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم زكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، زكى عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، زكى قلبه فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، زكى خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، زكى أمته فقال كنتم خير أمة أخرجت للأرض. هذه الأمة خيرية، هذه الأمة برعايتها للأيتام، خيرية هذه الأمة بدعوتها، خيرية هذه الأمة بنفقتها، خيرية هذه الأمة بلحمتها، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد، له سائر الجسد بالسهر والحمى. وذكرت لكم قصة نذكرها من باب لعل واحد ما سمعها. يا سلام. ذكرنا قصة بشير بن عقربة الجهني، تذكروها في حلقات ماضية؟ كنا في المجلس الأزرق. لا هنا في المجلس الأزرق، لا هنا أظن. بشير بن عقربة الجهني قدم أبوه إلى النبي وهو طفل صغير، فالنبي يحب يحسن الأيتام، قال إذنه فدنا فأجلسه بجواره بيمينه، قال ما اسمه؟ قال بحير، قال لا بشير. يا سلام، غير اسمه. قال ما اسمك؟ قال بحير، قال لا بشير. ووضع يده على رأسه مسح، ثم قال الأب: يا رسول الله، في لسانه عقدة تأتأة، يا رسول الله فرصة، ادعو الله. فدعا النبي ونفث فيه فذهبت. بعدها هذا البشير الصغير استشهد أبوه في غزوة أحد، فلما عاد الجيش أخذ يبحث عن والده ما وجد، فسأل عن قال استشهد، فجلس يبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم، أما ترضى أن أكون أنا أباك وعائشة أمك؟ يا الله، أما ترضى أن أكون أنا أباك وعائشة أمك؟ حديث صحيح. يا الله يا الله، أقول لكل يتيم: لا تبكي لا تبكي لا تبكي. فبين المسلمين هنا من يشاهدنا الآن يقول لك: أما ترضى أن أكون أنا أباك ومن في بيتي أمك؟ بإذن الله. يا الله، لأنهم سيجبرون خواطركم، سيجبرون خواطركم، وجبر الخواطر من أعظم العبادات، اجبروا خواطرهم. ينجيكم من جبر، من سعى في جبر الخواطر نجاه الله من المخاطر. نعم، من اعتنى باليتيم فهو مرحوم، ومن أعرض عنهم أو عن العمل الصالح فهو المحروم. إذن اجبروا خواطرهم، سيجبر الله خاطركم في أولادكم، في بيوتكم، في أهلكم. لما قدم النبي المدينة شيخ عبد العزيز، بدأ الإسلام بأيتام في المدينة، بدأ بأيتام. نعم، أيتام، معقولة؟ نعم، بل أول من أحسن الإسلام الأيتام. سبحان الله. ألا نرد الجميل؟ ألا نرد الجميل؟ وحسن العهد من الإيمان، ولا تنسوا الفضل بينكم. كيف ذاك؟ لما قدم النبي وبركة الناقة مكان مسجد النبي الآن، سأل النبي: لمن هذه المربد مكان؟ لمن هذا؟ قالوا: لسهل وسهيل أيتام يا رسول الله، تحت رعاية أسعد بن زرارة. قال: ثامنوني عليه بثمنه. نعم. قالوا بني النجار: لا يا رسول الله، والله يا رسول الله لا نطلب ثمنه إلا من الله. الله أكبر. وأعطوا سعد بن زرار، أعطى الأيتام ما أرضاهم، قال: لا نطلب. إذن المسجد الذي هو بعد المسجد الحرام أرض أيتام،
وقف أيتام سهل ألا نرد لهم الجميل بوقف؟ يا الله. إذن أحبتي ما أعظم وما أكرم أن نعلم أن هذا المال، هذا المال الذي بين أيدينا غنيمة متى كان فيما يحبه الله، غنيمة متى كان فيما يحبه الله. قد ننفق في الطعام والشراب واللباس أموال، لكن اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. رب درهم سبق ألف درهم. يا سلام. أقول رب ريال يشفي مريضك، رب ريال يوظف ولدك وبنتك، رب ريال يذهب همك، يذهب همك وحزنك. نعم نعم. لذلك إخواني لا لا تعتبر أن هذا قليل، لا، هذا القليل عندك كثير عند الله، كثير عند الله. لماذا؟ لأنك عرفت حق الله عندك. ما هو؟ أن هذا المال، هذا المال هو من عند الله، فأنت تتقرب به إلى الله، وإلا الله لن يزيد في ملكه شيء أبدا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على أتقى قلب رجل واحد يدعون الله ما زاد ذلك في ملكي شيئا أبدا. إذن إن أحسنتم أحسنتم أنفسكم. وأقول ومن يبخل فإنما يبخل، فإنما يبخل عن نفسه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أخذت عليكم الوقت كله، لا أبدا، القصة هذه ثم بأخذ تبرعات ونرجع. طيب. إن شاء الله. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل. أنا أقول ربما العبد يحتاج والمسلم والمسلم مجاهدة في النفقة، لأن المال محبوب، محبوب للنفس. لا شك. يوم تأتي تخرجه تأتيك عندي كذا وكذا وكذا وكذا، ولا تدري أنه يزيد. ما نقص مال من ماله؟ صدقة. صدقة. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. باق. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، والأدلة متوافرة كثيرة. لئن شكرتم لأزيدنكم. هذه القصة عجيبة في أن كيف أن الإنسان إذا أنفق يبارك الله له في حياته، في رزقه، في ماله، في ولده. وهي والله ما أقول أنا ما أحب والله سمعت أو كذا، لا والله. أذكر وربما أهلي الآن يشاهدوني وهم أصدق الناس إن شاء الله معي في هذا الباب، أنه في عند المستشفى في جدة إذا جيت تسوي العملية وأنت في غرفة المريض تشاهد العملية، يعني تحت القزاز يعني تشوف، لا زي التلفزيون. آه تشاهد أو شاهد. يجيك تحت العملية يعني تتابع ماذا؟ مجريات العملية. أدخلت ابن من أبنائي عملية خطيرة جدا في الظهر، أسفل الظهر. فاليوم قالوا خلاص بدأوا، دخل خرجت، قالوا فين؟ قلت بقي عمل لو عملناه سيخرج هذا الابن صحيحا سليما. قالوا ما هو؟ قلت داوه مرضاكم بالصدقة. يا الله. فخرجت أمر بيني وبين الله، فوالله ما عدت إلى المستشفى إلا وقالوا الحمد لله نجا نجا نجا. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. لذلك أقول داوه مرضاكم بالصدقة، داوه مرضاكم بالعناية بالأيتام، داوه مرضاكم بالنفقة في سبيل الله، داووا همومكم، أحزانكم، مشاكلكم، نزاعاتكم بالتقرب إلى الله. وما تقرب إلي عبدي شبرا إلا تقربت إليه ذراعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. اطلبوا لأنفسكم ما وجدت أنا، إني وجدت في هواه سكنا، إن بعد قربني وإن دنوت منه دنا. يا سلام. تفضل عبد الله. سعدك الله شيخ. نعم موتاكم. نعم نعم. احنا شيخ وصلنا، لان للميت علينا حق. لا شك. ما هو؟ ولا تنسوا الفضل بينكم، خاصه الميت الذي له اثر في تعليمنا، في سعادتنا، تربيتنا، في تربيتنا، في وجودنا كالاب والام. رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. يا سلام. ما اجمل ان تدعو لهم، ومن الاحسان اليهم تجعل لهم سهما وقفا برا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يذبح عن خديجة وينفق في سبيل الله بعد وفاتها. بعد وفاتها. يا الله. ورجل من السلف الصالح لما ماتت زوجته وذكرت له قال تأتي يوم القيامة أكثر الناس كباشا من كثرة ما يتصدق عنها، وهي ماتت سنين
لكن حسن العهد من إيش؟ الإيمان. من الإيمان. وما تقدموا لأبائكم لأمهاتكم لعلمائكم لولاة أمركم من الموتى يعود عليكم كيف؟ سيتذكركم أولادكم أهلكم من له فضل عليكم. يا سلام. سيتذكركم لأن الجزاء عند الله من جنس ماذا؟ جنس العمل. العمل. سبحان الله. جنس من العمل. واعلم أنه فاتورة يسددها الأبناء يسددها الأحبة. ما تقدموا فاتورة من يسددها؟ من بعدك الأبناء. معلش هذه العبارة حتى تفهم. صحيح. نعم فاتورة من يسددها؟ الأبناء فقط. أحسن الله يحسن بك. الله. تقرب الله أقرب إليك. يا سلام. اعمل الله يعينك ومعك. أصدق مع الله يصدق الله معك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مع الصادقين. وأقول صبرا جميلا ما أقرب الفرج. الله. من راقب الله في الأمور نجا. من صدق مع الله لن يلنه أذى. الله. سعدك الله شيخ محمد على هالكلمات الجميلة. احنا متبقي تقريبا نصف ساعة ونختم. وصلنا مجموعة تبرعات ثواب أو ثواب ما أعرف شلون تنطق السبيعي. ثواب. 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 ثواب السبيعي. نسأل الله أن يثيبه. اللهم أثبه. اللهم اجعل له ثوابا عظيما. آمين. كريما. اللهم اجعل ثوابا يسعده في الدنيا والآخرة. فاعل خير تبرع بتسعمائة ريال. اللهم زده. يقول عن جداني رحمهم الله. اللهم ارحمهما. اللهم اجعلهما آمين. في أمانك وضمانك آمين. وإحسانك. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا غفرانا. اجعلهم في الجنان مع سيد ولدي عدنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والحقنا بهم يا رب العالمين غير مفتونين. آمين. هزاع تبرع ب600 ريال يقول إلى أمي الله يطول في عمرها ووالدي رحمه الله. هزاع. اللهم بارك له في أم هزاع. اللهم بارك له في أمه واجعله بارا هاديا تقيا نقيا شريفا عفيفا. اللهم إنا نسألك ما ينفقه من أجل أمه. اللهم اجعله سبب من أسباب سعادته ورزقه وغنى. آمين. أسأل الله أن يرحم والده كذلك. اللهم ارحم والده واجعله في رحمتك مع النبيين والصديقين والشهداء. فاعل خير وفاعل خير آخر كل منهما تبرع ب300 ريال. اللهم زدهم من فضلك وبارك لهم واجعله سبب من أسباب ذهاب أحزانهم وهمومهم وحفظهم من العائنين الحاسدين الحاقدين الناقدين. آمين. تبرع من أم محمد اليوم من منطقة نجران مركز سلطانة تبرعت ب300 ريال. اللهم زدها من فضلك يا رب. اللهم آمين. زدهم وبارك لها واحفظها واجعلها ذخرا وأنزل على بيتها الرضا والقناعة واجعل من فيه من أهل العبادة والسعادة والطاعة. فاعلت خير كذلك ب200 ريال. اللهم بارك لها يا رب وزدها من فضلك واحفظها من العين والحسد يا رب. آمين. طارق الشواعر 100 ريال. اللهم إنا نسألك له الفضل والعافية. آمين. والشفاء والرضا والقناعة. هذا أحد الأخوان يقول دعواتكم للوالدة نورة أم خالد بالشفاء العاجل ولبنت ولدها أي ربي يشفيها والتوفيق لولدها وجميع أبنائها تبرع ب300 ريال. اللهم شافهم وعافهم عافهم في من عافيت وتولهم في من توليت وبارك لهم فيما أعطيت. آمين. اللهم نسألك لهم العفو والعافية. آمين. في الدنيا والآخرة. اللهم أخرج بينهم من بينهم كل ما أهمهم آلمهم واجعلهم يا الله في حفظك وفي رعايتك. اللهم اجعلهم من السعداء يا رب العالمين. آمين. آمين. كذلك عندنا مشعل الصواط 100 ريال. وفاعلت زدهم من فضلك يا رب. يا رب. فاعلت خير تقول دعواتكم لجدتي إن الله يشفيها تبرعت ب100 ريال. اللهم شافها وعافها عافيها في من عافيت نسألك لها العفو والعافية. اللهم متعها بالصحة والعافية. أخرج من جسدها ما آذاها ما ألمها ما أقلقها ما أحزنها. آمين. أم عبد الله 15 ريال. اللهم زدها من فضلك وبارك لها واجعله ذخرا لها وسبب من أسباب سعادتها. آمين. مجموعة تبرعات أخرى ما أعرف الله إذا قلتها أو لا لأنه هذه اللي جت قبل شوي جديدة. هذه ما أعرف أظني ما قلتها. مشاعل بنت حمد عويدان تبرعت ب900 ريال. اللهم زدها من فضلك وبارك لها واجعلها بإذن الله سبب من أسباب سعادتها وحفظها سبب من أسباب كذلك سعادتها. اللهم إنا نسألك أن تعطيها من العيش أرقده من عمر أسعده من رزق أوسعه من خير أجمعه. آمين. آمين. سعد بن ناصر الشهراني 900 ريال. اللهم أسعده. اللهم كما أسعد إخواننا أسعده. اللهم أسعده في بيته في ولده في أهله في ماله في حياته في مستقبله. اللهم اجعله من السعداء واحفظه من الشقاء واللأواء والضراء والنكباء واجعله في صحة ونعمة هو والبيت والأبناء. آمين. فعلت خير 300 ريال.
اللهم زدها من فضلك وبارك لها واحفظها من العين والحسد يا رب العالمين، واحفظها وبيتها وأهلها وحياتها وسعادتها، واشفي مرضاها وعافي مبتلاها، واحفظ أولادها وأهلها يا رب العالمين. مشاعل الثبيتي 300 ريال، اللهم زدها من فضلك، اللهم أعطيها ولا تحرمها، زدها ولا تنقصها، اللهم إنا نسألك أن تجعلها من السعداء، اللهم أستر عوراتها وأمن روعاتها واحفظها من بين أيديها ومن خلفها وعن يمينها وشمالها ومن فوقها ومن تحت أقدامها. آمين. فاعل عذرا هاني الغامدي 300 ريال، اللهم اجعل هاني ممن يعيش عيشة هنية سعيدة رغيدة حميدة يا رب العالمين. تبرع ياسر عن والديها المتوفيان الله وجميع موتى المسلمين، تبرعت ب300 ريال، اللهم اجعل ام ياسر يسرها لليسرى، يسر لام ياسر لليسرى وجنبها العسرى، يسر لام ياسر لليسرى وجنبها العسرى، واغفر لها في الاخره والاولى، اجعل كل صعب لها سهلا وكل عسير يسير وكل بعيد قريب، اصلح لها البيت والابناء واجعلها من السعداء واحفظها من الشقاء والعائنين الحاسدين الحاقدين الناقدين الناقدين. امين. عن جدتي هيا بنت محمد الدوسري 300 ريال، اللهم إنا نسألك لها ولجدتها العفو والعافية، اللهم نسألك لها ولجدتها الرضا والقناعة، واجعلها من أهل العبادة والسعادة والطاعة، احفظهم بارك لهم فيما أعطيتهم، اللهم اخرج من بيوتهم ما آذاهم ما أقلقهم ما أحزنهم ما آلمهم يا رب العالمين. عن أم جدتي منيرة بنت مسفر المري 300 ريال، اللهم إنا نسألك لهم العفو والعافية، اللهم احفظهم، اللهم اجعلهم من السعداء، اللهم أعطيهم من العيش أرغدهم، العمر أسعدهم. آمين. أم طيران سعيد الحربي 300 ريال، اللهم صب عليه الرزق صب. آمين. اللهم اجعل أم طيران يا رب العالمين الرزق خيرا وبركة، اللهم أمطر عليه الرزق، أمطر عليه السعادة، أمطر عليه الفرح، أمطر عليه الرضا، أمطر عليه القناعة. آمين. يا رب العالمين وعلى أهل بيته. متبقي مجموعة بودنا نقولهم مرة واحدة. عواض خالد الحدبي 300 ريال، وفاعلات خير 200 ريال، فاعلات خير هذا أظن ذكرتها ولا 200 ريال، شريفة آل فرحان 100 ريال، صفية محمود العسيري 100 ريال، فاعل خير 100 ريال، آمنة 100 ريال، فاطمة الحارثي 50 ريال، هناء 10 ريال. شيخ هذه مجموعة تبرعات وصلتنا، ووصلنا رسائل أخرى حقيقة. إحدى الأخوات تقول السلام عليكم، الله يعافيك أبو غلا، أبي الشيخ محمد الصبحي يدعي لي أكثر من 15 سنة وأنا تعبانة من يوم ما تزوجت ما ارتحت، وأبي الشباب يدعو لي ويدعو لي بالذرية، سويت تحاليل الحمل كلها صفر. تقول تكفي يا شيخ، وصل رسالتي للشيخ وللشباب. اللهم إنا نسألك لها، اللهم نسألك لها ولمن على شاكلتها وعلى وضعها، اللهم لا تذرهم فردا. آمين. اللهم لا تذرهم فردا. اللهم يا من رزقت زكريا يحيى ارزقهم من فضلك. اللهم يا من رزقت زكريا يحيى ارزقهم من فضلك ومن عطائك، اعطهم ولا تحرمهم، اللهم زدها ولا تنقصها، اللهم بارك لها، اللهم اخرجها عنها واخرج عن بيتها ما آلمها ما أحزنها، اللهم احفظها وبيتها وزوجها وولدها وأهلها من العائنين الحاسدين الحاقدين الناقمين، واحفظ بلادنا من الحاسدين الحاقدين الناقدين الناقمين يا رب العالمين. يا رب اللهم آمين. الأخت العنود تبرعت 10 ريال من أم مشعل عن ولد عم أبي الشفاء، وزدها من فضلك، واجعل ما قدمته سبب من أسباب سعادتها يا رب، يا رب. واجعل هذا القليل كثير يا رب. يا رب. الأخت شموخ تقول السلام عليكم، تم التبرع بنية راكان أسهلي، راكان كان متسابق وطلع، وعمر بن هذال من المتسابقين القدامى في القناة، وأتمنى الشيخ يدعي لأخوي بالشفاء وجزاك الله خير. اللهم شافيه، اللهم شافيه وعافيه، اللهم نسألك له العفو والعافية، اللهم نسألك له العفو والعافية، عافيه في من عافيت وتوله في من توليت، أخرج من جسده ما آذاه ما أبكاه ما أقلقه، اجعل ألمه أملا. آمين. واجعل مرضه شفاء يا رب العالمين. أمرك كن فيكون. الله. إحدى الأخوات تقول السلام عليكم يا أبو غلا، أنا حاب الشيخ يدعي لي إن الله يفرج لي همي ويسر لي أمري ويسعدني يبعد عني ضيقة الصدر. اللهم إنا نسألك لأختنا
أن تجعل لها من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل صعب سهلا. اللهم أنزل على قلبها الطمأنينة والسكينة، اللهم أنزل على قلبها وبيتها ونفسها وحياتها الطمأنينة والسكينة. اللهم اجعلها في أمانك وضمانك وإحسانك. اللهم إنا نسألك لها العفو والعافية في الدنيا والآخرة. آمين آمين. بقى عندنا 20 دقيقة بس، باخذ محمد لأني وعدته ثم بجيك. بس بعد محمد سم اخونا الناحيه اسمي. نعم. مبسوط معنا الحلقه اللي راحت يوم اعلنت ان الشيخ بيجي. اي والله الرجال. نعم. طلع البارح ابراهيم خرج من المسابقه. ايوه. يبيك تدعي له يا شيخ. حبيبنا ابننا اي كان هنا معنا الناحيه. يا رب يا رب انا نسالك يا الله ان ترفع درجته. آمين. اللهم ارفع درجته. اللهم وفقه. آمين. سدده. آمين. اعنه. آمين. اجعل له من كل ضيق مخرج، من كل هم من فرج. اللهم اجعله لوالديه بارا مطيعا مقبلا يا رب العالمين. آمين. وفقه الى ما فيه سعادته في الدنيا والاخره. آمين. آمين. اعطه ولا تحرمه. آمين. زده ولا تنقصه. آمين. اللهم انا نسالك ان تجعله من السعداء وتحفظه من الشقاء. اللهم انا نسالك لبلادنا، لأرضنا، لجندنا، لولاة أمرنا، لرجال أمننا. اللهم إنا نسألك لهم من العيش أرغده، من عمر أسعده، من الرزق أوسعه. احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اجمعنا ولا تفرقنا، وحدنا ولا تمزقنا. من أرادنا وجمعنا واجتماعنا بسوء اصرفه عنا. احفظ بلادنا ومن عليها وساكنيها وأهلها. احفظهم من العائنين، الحاسدين، الحاقدين، الناقدين، الناقمين يا رب العالمين. شيخ أخونا مناحي طبعا طلع أمس خارج المنافسة وراح الهلا الله يسر أمره، لكن أنا لأول مرة أتكلم هالكلام، ترى ما أتدخل دائما في موضوع الإدارة، لكن أنا على يقين أنه في خطأ في خروجه. نعم. لأنه جلس 4 أيام هو 3 من الشباب كانوا شايلين البث والبقية مسافرين، وكذلك كانوا في مهمة. قرار عودته عند من؟ عند الشيخ إبراهيم الحسين والشيخ والأستاذ صالح حسين. طيب. وعبد الرحمن الكليب. من؟ أنهم يراجعون القرار. من صاحب القرار؟ ابراهيم الحسين، صالح الحسين، عبد الرحمن. اعطيني اسمائهم. ابراهيم الحسين، الشيخ ابراهيم الحسين. انا من هذا المكان. نعم. من هذا المكان اناشد قلوب هؤلاء. ابراهيم الحسين، انا على يقين الشيخ ابراهيم ما يرد لك طلب. طيب. اناشد قلوب هؤلاء، اناشد كرمهم، اناشد فضلهم، اناشد بذلهم، اناشد قلوبهم الرحيمه، قلوبهم العظيمه، قلوبهم العظيمة. إبراهيم الحسين وابنه صالح الحسين وصالح حبيبنا وعبد الرحمن الكريم وعبد الرحمن أناشدهم محمد منصور طلب لن يردوني بإذن الله أن يعود ابننا وقرة عيننا مناحي. أي والله يعود. استاهل. ستعود السعادة يعود. سيعود الفرح. ومن أعظم الأعمال سرور تدخله على مسلم. أنا يا شيخ اللي بيدي إني أخذ هذا المقطع وبرسل للشيخ إبراهيم بعد الحلقة مباشرة. سيعود إن شاء الله. وأنا على يقين الشيخ إبراهيم الآن يسمعنا، وليس تجاوزا عبد الرحمن أو صالح، إنه نادي الشيخ إبراهيم وابنه صالح وعبد الرحمن الكليب. أقول يا حبيبنا جميعا إنهم ينظرون في أمر مناحي جبر الخواطر ولا يردون طلب الشيخ. جبر الخواطر، جبر الخواطر هدي النبوي. أعطيكم قصة تسمحوا لي؟ نعم. أجبروا خواطر المسلمين، اجبروا خواطرنا احنا نبي الضعفاء والمساكين. وترانا ضعفاء ومساكين. اسمعوا هذه القصة عجيبة. يوجد رجل اسمه عتبان بن مالك، صحابي. عتبان بن مالك من بني عوف. نعم. بعيد عن مسجد النبي، وكان له مسجد يصلي فيه، اصابه مرض في عينه العمى، وبينه وبين المسجد وادي، اذا سال الوادي لا يستطيع أن يصلي بالناس في المسجد، كان إماما. ينقطع فيه الطريق. ينقطع. فذهب إلى النبي في المسجد صلاة جمعة. نعم. قال يا رسول الله لو تغدو عندي غدا تصلي في بيتي، في موضع في بيتي، حتى أتخذه مصلى إذا انقطع عني الوادي، يعني يوم يسيل الوادي ما أستطيع أروح المسجد، وإذا صليت في بيتي أصلي في الموضع الذي تأتي وتصلي فيه، رجاء بركة هذا المكان. وهذا خاص بالنبي. قال له النبي نعم إن شاء الله، نعم سأفعل إن شاء الله. جبر خاطره. صلاة الجمعة، بعد صلاة الجمعة صباح السبت والنبي عنده في البيت. فلما دخل قال أين تريد أن أصلي؟ قال هنا رسول. فصلى النبي. فكان إذا ما استطاع أن يذهب إلى المسجد يصلي في الموضع. قال العلماء جبر خاطر عتبان بن مالك. ثم انطلق النبي بعد أن أطعمه عتبان إلى
إلى قبور ماذا؟ إلى قبور البقيع، ودعا لي الموتى، كان يجبر خاطر حتى الموتى، لا يترك أحد إلا يجبر خاطره. اجبروا خواطر الناس، يا سلام، اجبر خاطر زوجتك ولدك إذا طلبوا فاعطيهم، اجبر خواطر هؤلاء الأيتام والفقراء إذا طلبوا فاعطيهم. ولذلك أقول الذي ينفق ويكرم ويعطي ويبذل هذا قلب سليم نظيف جميل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذه رسالة، اجبروا خواطر من في بيوتكم، يا سلام، سيجبر الله خواطركم. نعم، واجبروا خواطر كل مسلم، يا سلام، إذا طلبوا فاعطهم وإذا غضبوا فرضهم، تكسب ودهم ويحبوك جهدهم، ولا تكن عليهم ثقيلة فيملوا حياتك ويحبوا فراقك. اسمح لي شيخ، هذا مقطع صوتي للشيخ إبراهيم حسين مباشرة الآن؟ أي أرسل له مقطع صوتي. أنا أرسل له؟ أي هو يسمع. حبيبنا شيخنا إبراهيم الحسيني، وأنا في قناة الواقع في هذا المكان على الهواء، لا شك أناشد كرمك، أناشد فضلك، أناشد بذلك، أناشد قلبك الجميل الرقراق الوفاق الدفاق الزكي الندي، أن لا تردنا، أن ترد لنا ابننا لإخوانه ولشباب الموجودين مناحي، أن ترده إليهم ليفرحوا بهم، وإذا فرحوا أدخلت في نفسهم الفرح. والنبي لما سئل عن أحب الأعمال الله قال سرور تدخله على مسلم. والأمر بإذن الله بعد الله عندكم وعند من بعدكم. جزاك الله خير. ارتاح ارتاح شيخ، الله يجزاك خير، ارتاح. طيب أبا سلطان ايش بتقول؟ وعندي طلب من الشيخ. سم. أول شيء تبرع، تبرع إن شاء الله 300 ريال لوالدي. الله يتقبل. 300 ريال إن شاء الله كذلك والدتي. 300 ريال إن شاء الله لعمتي مباركة مريضة، أبو الشيخ يدعي لها. عندها مريضة، مريضة عمتي مباركة مريضة. نعم، أبو الشيخ يدعي لها. اللهم إنا نسألك لأختنا وقرة العين مباركة، اللهم إنا نسألك البركة في بيتها، البركة في صحتها، البركة في حياتها، البركة في جسمها، أخرج من جسدها ما آذاها، ما أبكاها، ما أقلقها، ما أحزنها، اجعل هذا الألم أملا. اللهم إنا نسألك لها العفو والعافية، عافها في من عافيت، وتولها في من توليت، وبارك لها فيما أعطيت، واصرف عنها شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. كذلك عندي تبرع 300 ريال إن شاء الله بنية إن شاء الله كل مريض وكل مريضة مسلم، كل مهموم إن شاء الله يتقبل، الله يتقبل منك سبحانه وتعالى يقبلها إن شاء الله. الله يتقبل منك، اللهم يجزاك خير يا سلطان، اللهم أمين، رفع الله قدرك يا حبيبي، اللهم أمين، الله يجزاك. طيب أنا بس أحد الشباب اللي عنده مشاركة عنده شيء. أنا في واحد من أصحابي يا شيخ كان هو أهله بعيد عنه، وكان عندي ساكن بالرياض هو، فكنت كل يوم أقابل أشوف الرجال ما شاء الله عليه، وين ما يروح مبارك الله في أوقاته، مبارك الله في كل شيء يسوي، يشتري سيارة يبيعها مكسب، أي شيء يسوي يبيع مشترى معين خير. رفقه الله. فقلت في سبب أكيد، في سبب في بين الله. معليش تعيد وتفتح المايك. في واحد من أصحابي يا شيخ كان عندي ساكن في الرياض هنا، وأهله بعيد، أمه وأبوه بعيدين عنه، فشوف الرجال في جميع أموره البركة معه، في جميع أموره تحل البركة معه، فقلت في شيء أكيد ورا الرجال هذا، فلعلني نشته ولزيت عليه. قال ما شاء الله عليه كل ما ينزل راتبه يتبرع عن والدينه ببر لهم عن بعيد، يقول انا مقصر معهم ما نبي عندهم، لكن هذا ان شاء الله باذن الله يحل محل غيابي عنهم وعن بري، يعني ما يبي عندهم بر فيهم انا على طول لكن بعيد عنهم. فاكتشفت انه ما شاء الله تبارك الرحمن كل ما نزل راتبه جزء من راتبه لوالدينه يتبرع عنه، فما شاء الله كان الراتب فيه بركه، وقته فيه بركه، رزقه فيه بركه، كل شيء في اموره فيها بركه، فهذه من بركات الصدقة. الجميل، أريد أن أذكر قريب من هذا، هذا شاب أعرفه من طلابنا ومن حبايبي ويعرفني الآن وإن شاء الله يسمعني، هذا رفض أن يتزوج، رفض الزواج من أجل أمي، قال ما أدخل عليها امرأة أبدا حتى ماتت. لا إله إلا الله. ولما ماتت فتح الله عليه حتى أصبح دكتور في الجامعة ما شاء الله، وفتح الله عليه برزقه الله معه دكتورة في الجامعة خلاص. ويوم مرني عشان نروح أنا وياه إلى أمر، فقلت يا دكتور الله فتح عليك وبارك لك، هذا كله ببر أمك؟ قال ببر أمي وبهذا، فتح الدرج
كنا راكبين سيارة لكزس، فتح الدرج وإذا بخمسات، الخمسات هذه رزم في الدرج. قلت ماذا؟ قال كل يوم أنفق منها، كل يوم أنفق منها، كل يوم. والله يا شيخ وجدت الخير والبركة، وجدت المنفقة. يا أخواني والله النفقة سعادة، والله النفقة أقسم بالله تجدها بإذن الله لذة ومتعة، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه من الإسلام دينه، تذوق لذة الإنفاق. عائشة، عائشة رضي الله عنها أهديت وأعطيت في ذاك اليوم قرابة مئات الألوف أو مئة ألف أو سبعين أو عشرين، وكانت صائمة، فأخذت تنفق ثم تنفق إلى غروب الشمس. لما جاء غروب الشمس قالت للجارية عندها قربي لنا طعام نفطر، قالت ما تركت لنا درهم نشتري به طعام. ربما يقول البعض يعني معقول نسيت نفسها؟ نعم، من ذاق اشتاق، ومن لا يعرف يعرف بما لا يعرف، لأنه يجد فيه لذة متعة. في بعض الناس إذا ما وجد ما ينفق يبكي، لكن لا يعلم أنه من هم بحسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة. الله، كتبت له حسنة. مجرد أن يهم بحسنة إن لم تنفق ولم تستطع، بس انوي نية صالحة يؤجرك الله، أو ادعو إلى النفقة الدال على الخير له أجر كفاعله، أو اسكت عنها ولا اتركهم، لا تقدح فيهم ولا تنال منهم، اتركهم. ما أجمل أن نعلم أن الباب إذا فتح، باب الخير إذا فتح لك ادخل منه ولا تعرض عنه، ولا تعرض عنه، لأنه باب الخير إذا فتح أبشر بخير عظيم. يا باغي الخير أقبل، أقبل، وكلما أقبلت أقبل الله عليك، وكلما أنفقت أنفق الله عليك، وكلما طمعت فيما عند الله خزائنه لا تنفد، أبدا لا تنفد. بل كان هناك صحابية اسمها أم صليط، أم صليط كان عندها يتيم وتزوجت، لكن كان عندها يتيم، أهدي لعمر بن الخطاب كساء ثياب، أهدي له ثياب، أهديت له ماذا؟ ثياب عمر. فأرسل هذه الثياب وهذا الكساء لأم هذا اليتيم أم صليط، فقالوا يعني لو أرسلت له لبيتك؟ قال لا، هذه أولى، لأنه عندها في بيتها ماذا؟ يتيم. لذلك أحبتي أعظم البيوت التي فيها يتيم يعتنى به. قد يقول قائل طب اليتيم مو عندنا، كفوك هذه الجمعيات كفتك المؤونة. نعم، كأنهم في بيتك، ما دمت أنت تنفق عليهم، ما دمت أنت تعطيهم، ما دمت أنت تعتني بهم، وسيكفيك الله المؤونة. ومتى كفيتهم كفاك الله الشر، متى أعطيتهم أعطاك الله خير، متى أعنت هذه الدنيا وما فيها من المنغصات ومن المكدرات، بل يكون الله معك، بل يكون الله عونا لك. عليك بما ينفعك في المعادي، ومما تنجو به يوم التنادي، ستندم إن رحلت بغير زاد، وتشقى إذ يناديك المنادي، فلا تفرح بمال تقتنيه، فإنك فيه معكوس المراد، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد، زاد وأنت بغير زاد؟ الله المستعان. ولا تقل غدا، فإذا أمسيت لا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، المساء لا تقل غدا. أستاذ شيخ إذا تسمح لي، إحنا عندنا الآن مقطع اللي بنستعرضه هو كان حقيقة المفروض من الأسبوع الماضي، لكن الأخوان سافروا ولا حبيت نعرض المقطع لأن يخص سفارة محمد بن بندر. فريق دعم الأخت سارة جزاها الله خير أرسلت ملخص لسفارته، ودنا أن يستعرضونه الأخوان. جاهز يا شباب؟ يلا أعطونا إياه، شغلونا الشاشات. السلام عليكم، سعد الله مساكم بكل خير. حث ديننا الإسلام على العطاء في أمور عديدة، والأصل في الإنسان هو العطاء والصدقة هي العطاء. الوقف هذا فيه ثلاث أسهم، سهم الأسرة ب300 ريال، وسهم الوالدين ب600، وسهم الأسرة ب900 ريال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومسي على ولد عمي المتسابق محمد بن بندر. مشاركتي في هذه الدقيقة هي عن أجر وفضل الصدقات وكفالة الأيتام، أحث نفسي وإياكم على كثرة الصدقات وكفالة الأيتام. وهنا جمعية البر الأهلية بوادي عمود لديها مشاريع في كفالة الأيتام.
أنا وكافر اليتيم كهاتين بالجنة. من كفر اليتيم فعن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فأنا وياه هكذا. هو اللي تكلم دمع عيناه. مثل ما شفتم مشاهدينا الكرام هذا ملخص لسفارة حبيبنا محمد البندر. في رسالة بعد صح؟ أعطونا إياها مرة واحدة عشان الختام قرب. والله ما يلا محمد قم اقرا لها انت بصوت عالي. اركض تاخذها انت اقراها كلها ابو غلا شر بس سعد. الليله ان شاء الله اول سير ان شاء الله باذن الله متفائل. اقرا بصوت عالي. عندي صدى. حث ديننا الاسلام على العطاء في امور عديده والاصل في الانسان هو العطاء والصدقه هي العطاء. قال الله تعالى في سوره ابو غلا مو واضح الكلام. النقاط عند الشيخ مو واضح. سوره شنو هذه؟ في سوره وشو؟ كيف؟ مو واضح الكلام. شباب واحد يقوم يقرا. خلهم يكبرون ارفع انس عشان اشوف الخط صغير يمكن ومرات يمكن ما يعرف يقرا. لا يعرف الليل. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسينسره لليسرى. وقال ايضا في سوره عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما شنو تحبون مما تحبون. مو واضح تكفى. خلونها صوره عشان عارف شيء. فان الله به عليم وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم. الصدقه نور للإيمان. الصدقة نور للراحلين في قبورهم. أنا أشغل المايك. وشنو؟ الصدقة نور للراحلين في قبورهم. أعطنا الرسالة الثانية يا شباب. ترى الخط ما واضح. معنا بالأجر. وش؟ بذل جهدكم لمساعدة الأيتام. طيب نشكر جميع جروبات الدعم على جمال كلماتهم وعذوبة حروفهم وبقلوب صادقة ندعو من الله لكل من أعان يتيما وأدخل السرور عليهم الزيادة في إيمانهم. والسعة في رزقهم والسعادة في الدنيا والآخرة. شكرا للجميع. دواهي محمد بن بندر. محمد بن بندر وأنت جاي وش تقول لفريق دعمك اللي زال خير تعب على هالمقطع ملخص السفارة؟ أقول لهم شكرا والله يبيض وجيهكم لا يهينكم إن شاء الله ويجعله في ميزان حسناتكم. وشكرا مرتين وثلاث مرات. شكرا لكم أنتم. شكرا لكم تبرع. وألف شكرا يا دواهي محمد بن بندر. سهلا محمد بندر. شكرا لفريق دعم محمد بندر على هالمقطع الجميل والكلمات الجميلة. تو تنعرض. يتقبل منهم يا رب العالمين. الشباب اللي ما أخذوا سفارة من؟ لا الموجودين. طيب سلطان من الشباب يقول أنا مع سلطان؟ الموجودين. آسف. الوقت والله. ماني ماخذ أحد غير خارج الجزيرة. ما في. عادي يتكرر واحد. خلاص لوحدك سفيرة. تروح معه. عبد العزيز المسفري وسلطان بن دويحس هم سفراءنا لهذا الاسبوع. يستاهلون. انا يا اخواني لا يمكن اعطي احد غير موجود عشان بس نقفل. ترى ابو تكلم عن المسامحه انت. ترى شوف خلنا نقول ابو غلا متى ما جاني بن عون. ابو غلا ترى خلاها فتره يبغى. لا اله الا الله. يا ربع لا تناقشون تكفون خلاص. جهز الاشياء. سلطان عبد العزيز لا احد يناقش. يستاهل. سلطان بنجي بعدين. الأمر الثاني يا إخواني أما موضوع الإخوان اللي أرسل التبرعات وهل إحنا نقراها فبإذن الله بنعوضهم. يبقى عندنا موضوع الدروع لكن قبل الدروع قدامنا 4 دقائق. الشيخنا تبي الدروع ثم تختم ولا تختم ثم الدروع؟ الأمر لك. بعد الدروع نختم مرة. أحسنت. طيب إذا عندنا شيخ درعين كانت من الأسبوع الماضي هي كانت 3. في واحد أخذه محمد المسردي يظن صح؟ أي نعم. وباقينا هالدرعين. الدرع الأول طبعاً بقيمة 5000 ريال من حبيبنا فهد السبيعي زال الله خير من الأحد أو عذراً من الثلاثاء الماضي أظن. عسى ربي يتقبل منه ويجزاه خير. هذا الدرع مقدم لحبيبنا. أنا ما أدري هو أخذ قبل أو لا صراحة لكن عز الله أن يستاهله وعسى ربي يبارك له. حبيبنا محمد بن بندر جاك درع قبل أو لا؟ عجيب. تستاهل يا محمد تستاهل. شيخ تعطي الدرع. تعال محمد عشان الوقت. انا نسيت هل هو اخذ ولا ما اخذ.
لكن جاء نصيبه يستاهله. تعال يا حبيبنا محمد خذ الدرع من السوق، خذوا كذا نظرة على الكاميرا عشان الصورة. محمد ايش تقول على السريع لفهد السريع؟ اقول الله يبيض وجهك ان شاء الله ويوفقك في حياتك وجعل احجاب لك على النار وجعله في ميزان حسناتك يا رب. والله ما ادري ايش عاد اقول، والله ترى هذا الدرع مسؤوليه باذن الله، مسؤوليه وحمل بعد يا تقدى ان شاء الله. عسى الله يبيض وجهك. سالم محمد شكرا لك. الدرع الثاني الدرع الثاني هو كذلك بقيمه 5000 ريال من فاعله خير قدمته لحبيبنا. من هو؟ ما انت تقول؟ انا اقول واحد. لا ما هو بنا كلهم، انا كلهم مستاهلون. انا كنت بفكر سلطان. لا هو اللي كانوا معنا، لا لانه الدرعين من الاسبوع الماضي فكانوا موجودين ولا جاء. الحبيبنا وازع ال حسان سامي سامي اي وازع. تعال يا وازع يلا يا شباب. قلت وازع استاهل استاهل فاعلت وش تقول يا وازع؟ اول شيء الله يسعدك ان شاء الله ويجعل حجاب الله على النار امين. والله العظيم الدرع ذا يسعدنا ويفرحنا وانه من الاشياء اللي تبقى لي انا في ذا البرنامج، والله يكتب اجرها ويجزاها خير ويطول عمره ويخليها شال على ترجيح. بيض الله وجهك وازع استاهل. وأسأل الله لها أن يعطيها كل ما في نفسها يا رب، وأن يلبي رغبتها وحاجتها كذلك وحياتها يا رب، وأن يدفع عنها السوء وأهله. آمين. سأل يا وازع ارتاح يا شباب عشان نختم. أنا ارتاح ارتاح. طيب شيخ وزع النقاط عشان يكون ختام. أبغى أوزع على السريع. أول حقيقة كلكم كلكم ما حد بيزعل مره ولا الشيخ ترى ما يبي احد يزعل. كلكم احبتي، كلكم ماء العين، كلكم تاج الراس، كلكم فداء لكم روحي. سجل معنا يا راشد. وبل اقول بل اقول وكم من شوق اليكم ياسرني وفيض من حنين ما عدت اقواه. اول من حقيقه اعطيه في نفسي اخونا وحبيبنا محمد المسردي. كم تعطيني؟ 200 لو كل واحد 200 بكيفك. هي بينك 3000 نقطة. 300 راشد. وفي واحد ما أقدر أتجاوز. في أحد يقدر يسجل؟ يلا راشد محمد المصري 300. في واحد ما أقدر أتجاوزه. عارف نفسي أنا من يوم ما دخلت أدور عليه. وسألتني عنه قبل شوي. وأقول إيش كنت أقول لك صاحب قلب إيش؟ مو هو قلف أحد. لا والله. لا والله مو هو نقص فاحد. أنت الحين إيش تقول هذا الكلام؟ ما قال أنت. لحظة. الله يطول عمرك يا شيخ، الله يرفع قدرك يا شيخ. الله يطول عمرك يا شيخ. 300 300 لأنس الميموني. الله يطول عمرك يا شيخ. وفي واحد والله يستاهل لما قدم، ولأنه نفسه سريرته جميلة رائعة رقراقة وفاقة دفاقة ذكية ندية في جنبه وينام كثير. لا وفي جنبه في جنبه وفي قلب في جسده قلب جميل. كأني عرفته. من هو؟ ما ادري حس اخاف اني احرج كذا اقول. والله اني بقول سلطان. سلطان هذا يستاهل يا محمد. كلام طيب ايش قلت لك ينام كثير؟ كان قلت لي ايوه. لا انا ما قلت ينام كثير عبث. مو بينام كثير؟ ما اقول نعم. ايمان 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 مرتفع جزاه الله خير. هو اذا نام خشع يعني اي نعم نعم هذا خشوع اللي ما نبيه يا شيخ. كم اخذ؟ 300 كم؟ سلطان من دواحس 300 راح 900. وحبيبنا حقيقة أول ما دخلت وجدته صاحب ابتسامة عريضة. أول ما دخلت أيوة واستقبلنا استقبال جميل ويقول المثل قابلني ولا تعشيني. أخونا شفت توقعاتي في محلها. 300 لازم مسفري 300 وحبيبنا السفير محمد البندر. شيخ راجع نفسك. 300 راجع نفسك يا شيخ. سفير طيب 300 سفير قلوبنا. جعل عمرك يطول. والله يا اخواني البعض لا يقول مبالغات يا شيخ محمد. لا والله ترى الكلمه الطيبه صدقه. نعم والله. وانا جالس انتظر عشان ادخل اليكم راسلت ام الاولاد ارسلت لها كلام جميل ارسلت لي عباره اوريها الان للشيخ
الله يسعد قلبك يا زين. الدعوة الكلمة الطيبة صدقة يا إخوان، هذه رسالة لكل زوج لكل زوجة. الكلمة الطيبة في البيوت جمال جلال سعادة، تطرد عنكم الشياطين من الإنس والجن، تحفظكم من العائنين. فقط الكلمة الطيبة، فقط قل لزوجتك يا قرة العين يا مهج الفؤاد، عبارة أي عبارة بجميع اللغات، والزوجة تحسن إلى زوجها تعيش سعيدة رقراقة وفاقة. وإن غضبت فتذكري فضله، وإن غضبت منها فتذكر فضلها. من الذين نعطيهم شيخ عبد العزيز كم وزعنا الآن؟ راح 1500 راحت، باقي 1500 خلنا الشيخ براحته. فارس، فارس الحربي، فارس يعطيك العافية يا شيخ، 300 فارس الحربي حبيبنا نواف بن فرزان. هدوء 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 الماء في مكانه قبل العاصفة. لا لا هادي حبيبي، الله يطول عمرك بس الشيخ، لا جاء الموج عند الموج ما علي ما علي، لكن الهدوء. قال النبي دخل عليه قال إن فيك خلتين يحبهم الله، قال ما هما رسول الله؟ قال الحلم والأنا. الحلم استاهل نواف، استاهل لطيف نواف فرزان 300. الله يجزاك خير يا شيخ. الشيخ جاء الدرع ما عاد يحتاج نقاط، ما علي استاهل استاهل وازع 300 لأنه شكر الله، ومن لم ومن شكر الله له زيادة. طيب يا شيخ الآن باقي لنا 600، خلاص باقي 600 لا توزع، خليها أسئلة. لا لا 600 اي تخليها. طيب أسئلة. أنا ذكرت سؤالين، ذكرت في أثناء عرضي لأشياء كثيرة، لا ذكرت أن أشياء كثيرة منها منها أن اليتيم وجوده بركة. يا سلام، بيننا وجوده بركة. نعم، هناك امرأة من نساء العرب ارتبطت بيتيم، كلما ذكر اليتيم ذكرت. حليمة السعدية. يا سلام، كم تعطي؟ 100 100 خلاص عبد العزيز مو بسيط، 100 يملي عليك يملي عليك يعني ما من لهي. طيب واستر على البديهة يا شيخ. لا مو بسيط مو بسيط، الله يبارك ويحفظه من أين الحسن. طيب ذكرت أثناء عرضي 100 محمد، أثناء عرضي الحديث أيضا ذكرت أن العناية بالأيتام، العناية بالأيتام سبب من أسباب أنها توجب الجنة والعتق من النار. يا سلام. نعم، أعطيني قصة موقف. ها حبيبي، المرأة اللي آثرت نفسها أو بناتها. يا سلام، فقال النبي وجبت الجنة واعتقها الله من النار 200. الله يسلمك 200. صدقني الشيخ، سمعك الشيخ 200 سجلها بغلط 200 محمد البصري دي 200. كم باقي؟ تكفى يا شيخ عطى 100، لا بدي بنظرة حق دي. كم باقي؟ عطى 100 تكفى. منو؟ شيخ 200 يستاهل. عطوا 200 محمد، باقي 100. باقي؟ لا لا باقي 400. سؤالين سؤال سؤال. لا شك. لا شو 400؟ باقي 200. لا لا هي 600. الآن لا لا هي 600، باقي سؤال واحد. إي باقي سؤال واحد على 200. سؤال واحد. بدأ الإسلام في المدينة بمسجد النبي على أرض أيتام، فلا بد أن نرد الجميل. من هما؟ ما اسمهما؟ بني مسجد النبي على أرض أيتام، والآن الذي نصلي عليه هو أرض أيتام، لا بد أن نرد الجميل له لليتيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت جعل الحزن إذا شئت سهل. وزهير سهل عطى 200 سهل وزهير. أنا قلت دعاء اللهم لا سهلا. لا لا عيد عيد غير غير لا سهل عشان نسحب 100 الأولى. محمد البندر 200 900 سهل. طيب ختاما في ستفقة الجمهور بس حبها مرة واحدة. طيب عشان مرة واحدة الختام عندك شيخنا. 600 شخص واحد. لا لا ساهل. بنسحب ثلاث سحوبات. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ساهل والله. تعال اقرأ عليك، تعال اقرأ عليك. طيب انا يا اخوان الان بمشي في موقف حصل لي البارحة، موقف حصل لي البارحة بدون ذكر اسماء. نعم. اثناء صلاة اثناء قبل صلاة العشاء جاني احد المشايخ من طلاب العلم والفضلاء. نعم. وجهه حتى جاني بدون شماغ، وجهه متغير. قلت عساك طيب يا شيخ؟ قال لي بتقهوى عندك؟ تقهوينا. القصة والله البارحة صادق.
قبل أذن العشاء قال لي يا شيخ أنا أنعم الله علي بنعمة بنعم كثيرة وللأسف من كثرة ما أتحدث بها ويصورها الأبناء والزوجة أصبح في قلبي ضيق الله المستعان وأصبحت لا أرغب في هذه النعمة سيارة مثلا كذا ما بدي أذكر اسمها حتى لا يدون كنت دعاية للشركات وما صرت أطيق البيت قلت أما علمت بقول عمر بن الخطاب قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أنعم الله على عبد بنعمة إلا وجدت له حاسدة أي والله وكل ذي نعمة أقول لكل مسلم ولكل مشاهد ومشاهدة إذا أنعم الله عليكم لا تصوروها لا تنشروها وإذا رأى أحدكم يعني وإذا رأيت نعمة فقل تبارك الله نعم ولك بمثل قال أعاهد الله عهدا أن لن نفعل ذلك بعد ذلك الله لذلك أحبتي ادعوا الله لكل مسلم بالبركة اللهم بارك لكل مسلم فيما أعطيته آمين اللهم بارك لكل مسلم فيما أعطيته آمين. واحفظهم من العائنين الحاسدين الحاقدين الناقدين الناقمين يا رب العالمين آمين سعدك الله شيخ محمد بسم الله عليك اللهم بارك نقاط الحمد لله ما شاء الله بسم الله عليك نقاط يعني نحصنك التاق الآن طيب قلوا لي وقف لأني حدثت والله وباقي مو موجود ها قولوا وقف قولوا وقف لا تنقصون فارس 200 نقطة سجلوا الفارس 200 نقطة قولوا وقف عبد العزيز المسفري 200 نقطة آخر واحد قولوا وقف هذا مرسل استفهامات وتعجب مو موجود الشخص اللي بعده محمد المسردي هو اللي قال اي والله طيب شيخنا شوف هذه الرسائل كلها تطلبك الدعاء لكن انا باذن الله واحنا راجعين ابي افتح على المقاطع وترد عليهم مقاطع صوتيه والآن او لا الوقت المشكله الان دعوه واحد طيب وانا رسائل اقراها اذا دعوت فقولوا امين يلا آمين. اللهم انا نسالك للمشاهدين والمشاهدات اللهم انا نسالك يا ذا الجلال والاكرام نسالك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو كتابك أو علمت أحدا من خلقك أن تجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل صعب سهلا ومن كل بعيد قريب اللهم اصلح لهم البيوت والأبناء اجعلهم صالحين مصلحين هداة مهتدين يا حي يا قيوم أصلح شأنهم كله ولا تكلهم إلى أنفسهم طرفة عين اللهم إنا نسألك لهم من فضلك ومن رحمتك فإنه لا يملك ذلك إلا أنت اللهم إنا نسألك لهم العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم أعذهم من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال احفظهم من العائنين الحاسدين الحاقدين الناقمين الحاسدين يا رب العالمين آمين. اللهم لا تدع مريضا إلا شفيته آمين. فقيرا إلا أغنيته آمين. ضعيفا إلا قويته آمين. عزبا إلا زوجته عقيما إلا ولدا صالحا رزقته اللهم احفظ بلادنا وأرضنا وحدودنا ورجال أمننا وقيادتنا وقادتنا اجمعنا ولا تفرقنا وحدنا ولا تمزقنا اللهم إنا نسألك للمسلمين والمسلمات والمشاهدين والمشاهدات والمنفقين والمنفقات والمتصدقين والمتصدقات اللهم إنا نسألك أن تعطيهم من العيش أرغده آمين ومن العمر أسعده آمين. ومن الرزق أوسعه آمين. ومن الولد أصلحه آمين. ومن العلم أنفعه آمين. ومن الخير أجمعه آمين. ومن الصحة تمامها من عافية دوامها استر عوراتهم أمن روعاتهم احفظهم من بين أيديهم من خلفهم عن أيمانهم وشمالهم فوقهم من تحت أقدامهم
يا من رحمة وسعت كل شيء ارحمهم. آمين. يا من كتب على نفسه الرحمة ارحمهم. يا أهل التقوى المغفرة اغفر لهم. آمين. اللهم إنا نسألك أن تخرجهم من الألم إلى الأمل يا رب. اللهم أخرجهم من الألم إلى الأمل. آمين. ومن الضيق إلى السعة. آمين. ومن الكرب والهم والغم إلى الفرج والسعادة يا رب العالمين. آمين. شكرا لك شيخنا الكريم. وأنا شاكر لك. صلى الله يتقبل منك وجزاك خير. الشيخ زال الله خير طلبنا في 3 أيام لكن ما استطاع الارتباطه ووافق أن يكون معنا اليومين. إن شاء الله بكرة بإذن الله نصلي معكم صلاة المغرب إلى أذان العشاء إن شاء الله إلى صلاة العشاء. ثم عاد إن شاء الله نغادركم والشيخ يغادر إلى مكة بإذن الله عسى ربي يحفظه. فموعدنا معكم إن شاء الله غدا صلاة المغرب بإذن الله. نلتقيكم وأنتم في خير وعلى خير. شكرا لك شيخنا الكريم. وأنا شاكر لكم. أتمنى لكل مشاهد ومشاهدة ليلة اسمع شيخ ليلة سعيدة حميدة رغيدة مليئة بالعفو والعافية. آمين. مليئة بالسعادة مليئة. آمين. بذهاب الأحزان والهموم. آمين. والغموم. تكون هذه الليلة من أجمل ليالي العمر يا رب. اللهم أمين. والرسائل اللي ما قرأناها غدا إن شاء الله أعدكم أن أقرأها بإذن الله. وبإذن الله نلتقيكم في الغد عند أذان صلاة المغرب. إلى ذلك الحين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساءت بالخير من بالعالم وحنا بالتطور نجيب الجديد طموحاتنا تكبر وفينا همم وشوفوا محتوانا وشيء مفيد. منبع علم وحنا بالتطور نجيب الجديد طموحاتنا تكبر وفينا همم وشوفوا محتوانا وشيء مفيد. وصلنا بالطموحات رؤوس القمم ونبني صرحنا اللي يسمى مجيد نحقق حلمنا الواقعي بالعزم والمشاهد فالإثارة معنا يستفيد. طموحاتنا تكبر وفينا همم وشوفوا محتوانا وشيء مفيد. منبع علم وحنا بالتطور نجيب الجديد طموحاتنا تكبر وفينا همم وشوفوا محتوانا وشيء مفيد. ونبني صرحنا اللي يسمى مجيد نحقق حلمنا الواقعي بالعزم والمشاهد فالإثارة معنا طموحاتنا تكبر وفينا همم وشوفوا محتوانا وشيء مفيد. منبع علم وحنا بالتطور نجيب الجديد طموحاتنا تكبر وفينا همم وشوفوا محتوانا وشيء مفيد. ونبني صرحنا اللي يسمى مجيد نحقق حلمنا الواقعي بالعزم والمشاهد فالإثارة.